أرجو أن تشرحوا لنا معنى هذه الآيات الكريمات من سورة الأنبياء: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. هذه الآية ذكر الله جل وعلا فيها قضية وحادثة حكم فيها داود بحكم وحكم فيها سليمان بحكم آخر، وهذه القضية هي أن غنما رعت في مزرعة قوم في الليل، نفشت فيها يعني أفسدت فيها وأكلتها ليلا. نعم. فتقدم أهل الحرث إلى داود عليه السلام ليحكم بينهم وبين أهل هذه الغنم. داود عليه السلام حكم بأن الغنم تكون لأهل الحرث عوضا عن حرثهم، ثم إن سليمان عليه السلام لما سمع الحكم حكم بحكم آخر، وهو أن يقوم أصحاب الغنم على سقي الحرث وتعاهده حتى يتكامل، وتكون الغنم بأيدي أصحاب الحرث يستغلونها ويشربون من ألبانها عوضا عما فاتهم من الحرث. فإذا تكامل الحرث كما كان سلم لأهل الحرث حرثهم وسلم لأهل الغنم غنمهم. الله جل وعلا ذكر هذه القضية وذكر هذين الحكمين، قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، يعني حاضرين، ففهمناها سليمان. ثم أثنى على النبيين بقوله: وكلا آتينا حكما وعلما. قيل إن داود عليه السلام حكم بالوحي وسليمان حكم بالوحي، فيكون حكم سليمان ناسخا لحكم داود. وقيل إن كلا النبيين حكم بالاجتهاد، وهذا فيه دليل على أن الأنبياء يجتهدون، وكل منهما حكم باجتهاده. وعلى كل حال هذا من حكم النبيين عليهم الصلاة والسلام، والله جل وعلا ذكر هذا لعباده عبرة وتبصرة. نعم.